اشتغل في شراكه معناها ما بين المجتمع المدني، اللي انا كنت اؤمن بالمجتمع المدني معناها وما زلت اؤمن بالمجتمع المدني، باش ما نغطيوش على نجاحات نتاع نجاحات ايام القدس السينمائيه بالارقام اللي باش نعطيها واللي مش يقع تثبيتها بعد وكل شيء. وكيف العام هوني موجود تكنيسيون انفورماتيك اللي يتعاملوا مع المحامين، هذا الكل يدخل في سياسه التكوين من مسؤوليه الدوله. ودونك المهرجان هذا كبير برشا من الاجانب من الصحافه من الندوه الصحفيه، باش نقول لكم اللي الايام قرطاس السينمائيه متواصله، لانه احتراما للجهات واحتراما للبرنامج اللي سترناه في الجهات، واللي هو برنامج مهم جدا السنه هذه بعد ما عملنا الافتتاح في الجهات، انه حبيت نقول معناها ميساج انه خلينا نكملوا المهرجان. والتقييم والضغط اللي قاعد الضغط عليا اليوم، لانه اصبحت متهم، ولكن ما يمنيش متهم بامور هامشيه للمهرجان. ليست استقاله اليوم ضمنيه، ولكنها مشروع استقاله، وانا كمسؤول ساواصل هذا المهرجان حتى للنهايه نتاعو. وبعد لا استطيع، وانا قلت حتى قبل بدايه المهرجان، لا يمكن ان اتواصل على اداره هذا المهرجان اذا كان ما يوقعش تركيز هيكل قار ياخذ المشعل. هيكل قار يسمو توا يبدا معايا في الجهات باش ياخذ المشعل وينجم يواصل على ايام قرطاس السينمائيه حتى ترجع لها كما بعض يقولوا اشعاعها، او ترجع ممكن هويتها العربيه الافريقيه اللي كذلك تتناقش. اذا كان انا باش نتحاسب، يجب محاسبه وزاره الثقافه، يجب محاسبه الحكومه، يجب محاسبه الصحفيين، يجب محاسبه معناها كل، لانه هذا مشروع وطني ومسؤوليتنا الكل. لازمنا كي نفرشوها، مش معناها المدير اللي لانه هو مدير يتحاسب، ولكن الحساب للجميع. رانا الكلنا اخطانا في حق هذا الوطن، اخطانا في حق هذا الشعب. احنا مهرجان بتاعنا راهو عنده طبع خاص، يعني لا هو المعايير، هو المضمون، خليني نكلم المعايير هي المضمون، هي الارقام. الفتره اللي تمر بها تونس اليوم راهو خاطر مش كيما تقيم مهرجان عام مثلا وقت الهادي نويره والامور الاقتصاديه ماشيه واقتصاديا كيما اليوم، معناها مش تقيم مهرجان في حاله فيها نتاع حاله والامور الامنيه ما زالت معناها هشه، الامور الاقتصاديه هشه برشا، شعب لم يفرح بثورته الى حد هذا الان، وكانت ممكن ايام قرطاس السينمائيه معناها مساحه حتى يعبر على فرحته بالخروج الى الشارع بالامن بوجوده في ساعات متاخره من الليل. غابت الخطابات السياسيه في وقت ايام قرطاس السينمائيه، ممكن هذا كان تنفس كذلك. دونك المعايير يجب ان نضع معايير موضوعيه تتلائم مع الفتره اللي نعيش فيها.